وللمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا الأستاذ أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية. أستاذ أيمن، يعني رئيس السيسي ونظيره البولندي شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في عدة مجالات، منها الزراعة والصناعة والرياضة والتعاون الدولي. برأيك، مردود هذه الاتفاقات وتأثيرها على الاقتصاد المصري؟ أولا تحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. المؤكد أن العلاقة المصرية البولندية هي علاقة قوية وعلاقة قديمة. عام 2017 احتفل البلدين بمرور 90 عاما على العلاقات بين الشعبين التي بدأت منذ عام 1927، وفي 2027 سوف يحتفل البلدين في احتفال ضخم بمرور 100 عام على هذه العلاقة الوطيدة بين البلدين وعلى الشعبين. أيضا هناك تشابه مهم جدا ما بين بولندا ومصر. بولندا مرت بمرحلة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، لكنها استطاعت أن تستعيد عافيتها سواء السياسية والاقتصادية، وتصبح من أكثر دول الجناح الشرقي في حلف الناتو والجناح الشرقي في الاتحاد الأوروبي أيضا، التي تحقق معدلات نمو مرتفعة للغاية. وهذا الأمر بيفيد مصر في أمرين: يفيد مصر في تدفق الاستثمارات البولندية على قطاعات مختلفة في مصر، سواء في قطاعات الزراعة أو في السياحة أو التصنيع المشترك، والأمر الآخر يتعلق بزيادة عدد السائحين البولنديين. في عام 2018 كان هناك أكثر من 300 ألف سائح بولندي. أيضا معدل التجارة البينية وصل في عام 2021 إلى 800 مليون دولار، لكنه كان قبل جائحة كورونا وصل إلى حوالي مليار دولار في عام 2017. هناك قاعدة كبيرة جدا للانطلاق والاستفادة ما بين البلدين في مجالات مختلفة. أولا هو حرص البلدين على يعني تعزيز العلاقة التجارية والاستثمارية، وأيضا حتى الثقافية والتعليمية. يعني معروف أن موجود في مصر 14 بعثة بولندية لاستكشاف الآثار، وهذه البعثة بعثات قديمة منذ عام 1937، وهذه البعثات لعبت دور كبير في اكتشاف أشياء مهمة، منها مثلا الوزير الأول في عهد الملكة حتشبسوت وجامعة الإسكندرية القديمة. أيضا هناك تبادل علمي ما بين جامعة وارسو والجامعات المصرية، تحديدا جامعة عين شمس وحلوان وأسيوط، وعدد كبير جدا من الكليات المصرية، وهناك تبادل طلابي ما بين الجامعات المصرية والجامعات البولندية. لكن يظل في تقديري المجال الأكبر الذي يمكن أن يعمل فيه البلدين هو مجال الزراعة ومجال التصنيع المشترك. في مجال الزراعة معروف عن بولندا باعتبارها من الدول الكبرى في وسط أوروبا أنها لديها خبرات فنية وطويلة جدا وعريقة جدا في مجال استغلال الأراضي وتجهيزها للزراعة، وأيضا الاستفادة القصوى من المياه، وهذا يفيد الدولة المصرية في الوقت الحالي في التوجه نحو ترشيد المياه والاستفادة من كل قطرة من المياه. أيضا معروف أن بولندا كانت هي أحد قلاع الصناعة في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، عندما كانت وارسو عاصمة بولندا، هي مقر حلف وارسو الذي تأسس 1954. لكن أيضا بولندا استطاعت عندما تحولت من الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد التابع للاتحاد السوفيتي منذ عام 1991، استطاعت ايضا ان تنشئ قاعده صناعيه حديثه وجديده، والان الصادرات البولنديه الى دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه والعالم صناعات ذات جوده عاليه وسعر متميز. لذلك انا في تقدير هناك شراكه كبيره جدا بين رجال الاعمال المصريين ورجال الاعمال البولنديين، وسوف يتم اليوم يعني اجتماع ما بين هؤلاء بين الطرفين من القطاع الخاص ورجال الأعمال، وهذا في تقديري بيرسم خريطة للتعاون في مجالات شتى تبدأ من الزراعة والصناعة، وقد تصل إلى مجالات مهمة في مقدمتها في تقدير مجالات مثل السياحة. طب تحدثت دكتور أيمن عن يعني ما تتميز به بولندا من تكنولوجيات وخبرة في مجال تطوير الزراعة، من هذه التكنولوجيات ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، وهو الأمر الذي بالتأكيد يعد من الأهمية بمكان لمصر. في رأيك، تبادل هذه التكنولوجيات إلى أي مدى يفيد مصر في المجال الزراعي تحديدا؟ يعني ترشيد استهلاك المياه هو واحد من الأمثلة العديدة على التكنولوجيات الحديثة في الزراعة. في الحقيقة بيشار بولندا العالم وفي أوروبا تحديدا وفي المناطق في شرق أوروبا بأن الخبرة البولندية
في الحفاظ على المياه وعمل أحصار للمياه وبناء السدود وأدرك في تنقية المياه بما فيها حتى المياه التي سبق استهلاكها وإعادة استهلاكها مرة أخرى وإعادة تدفقها مرة أخرى. بولندا لها خبرة كثيرة في هذا الأمر، لذلك حتى قبل زيارة الرئيس البولندي كان هناك زيارات من وزراء الزراعة في مصر في الفترة الماضية إلى بولندا، وأيضا تبادلوا الزيارات من خلال زيارات وزير الخارجية البولندي في الفترة الأخيرة زار مصر أيضا. لكل ذلك أنا في تقديري مساحة العمل في المجال الزراعي في غاية الأهمية. هناك ربما تتعلق بالظرف الراهن الذي نعيش فيه، وهو ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وتحديدا سلاسل الإمداد من القمح. بالمناسبة من الدول المهمة والدول الكبيرة منتجة للقمح أيضا، والقمح البولندي كان ينافس القمح الروسي والقمح الأوكراني سواء من حيث الجودة أو حتى من حيث السعر. يعني حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية عندما كان السعر القديم الأوكراني مثلا 295 دولار، كان الطن نظيره البولندي لا يزيد إلا 5 دولارات فقط، وبالتالي هناك تقارب ما بين السعر القمح البولندي مع الأقماح من أوكرانيا ومن روسيا، وهذه في تقدير نقطة مهمة جدا وفرصة كبيرة للتعاون ما بين حتى القطاع الخاص المصري في السابق فكر في استيراد القمح من بولندا. لذلك أنا في تقديري المجال العمل أو مساحة العمل في المجال الزراعي بين مصر وبولندا هي مساحة كبيرة جدا، وفي تقدير زيارة الرئيس البولندي لمصر في هذا التوقيت هو يؤكد أيضا أن هناك إرادة سياسية قوية لدى الجانب البولندي لتعميق التعاون والشراكة مع الدولة المصرية ومع الشعب المصري، لأنه بالمناسبة بولندا الآن في النصف الأول من عام 2022 هي رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. صحيح. وتنظر لمصر الآن باعتبارها هي عنصر ومحور استقرار في منطقة الشرق الأوسط، والمؤسسة البولنديون يشيدون بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا. صحيح، هذا على المستوى السياسي، ولاحظنا أيضا وجود توقيع اتفاقات دبلوماسية فيما بين وزارتي الخارجية في البلدين، هل في رأيك لذلك دلالة على يعني الإشادة بسياسات مصر الخارجية تحديدا؟ طبعا، يعني دايما السياسة البولنديين دائما كانوا بيشيدوا بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أولا، لأنه استطاع في ظل منطقة بها ألسنة اللهب هناك استطاع أن يحافظ على استقرار دولة كبيرة تتكون من أكثر من 100 مليون نسمة من الانزلاق إلى ساحة الفوضى والتخريب التي سادت المنطقة في الفترة الماضية. نعم. ومعروف أن دول تحديدا دول وسط أوروبا والجناح الشرقي في أوروبا يعرفون قيمة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذه الدول هي أول من يدفع ثمن عدم الاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط. كما تعلمون دائما موجات الهجرة غير الشرعية تبدأ من شرق أوروبا وصولا إلى وسط أوروبا ومنها إلى غرب أوروبا، ومن هذه الدول هي بولندا. لذلك الاستقرار على دولة كبيرة مثل مصر ده يصب في صالح الأمن الأوروبي الجماعي الأوروبي. أيضا سياسة مصر في منع غير الشرعية، دائما ما كانت وسائل الاعلام البولنديه تفرد يعني صفحات على في الصحف وحتى حلقات في التلفزيون تتحدث عن الدور المصري الايجابي في منع الهجره غير الشرعيه باعتباره نموذج للتعاون ما بين دول شمال القاره الافريقيه والقاره الاوروبيه. خاصه ان مصر كان لها دور كبير، وهذا الامر كان محل اشاده من اوروبا بشكل عام وبولندا بشكل خاص في ملف مكافحه الهجره غير الشرعيه. بالتأكيد، لأنه كما تعلمين أن مصر نجحت منذ سبتمبر 2016 وحتى في منع أي مركب يحمل غير شرعيين، وهذا انطلاق من موقف مصر أولا المسؤول والإنساني والأخلاقي، تستضيف أكثر من 5 مليون لاجئ على أراضيها دون أن تطلب مساعدة أو دون أن تتلقى أي مساعدة بالمناسبة من الخارج، وفي نفس الوقت تمنع هؤلاء من الهجرة غير الشرعية حفاظا أولا على حياتهم من الغرق في البحر الأبيض المتوسط، وفي نفس الوقت احتراما لمسؤولياتها الدولية والتزاماتها الدولية بمنع الهجرة غير الشرعية. لذلك أنا في تقديري زيارة الرئيس البولندي في هذا التوقيت الذي تستعر فيه الحرب الروسية الأوكرانية، ومعروف أن بولندا هي المجاور أو الجار الغربي لأوكرانيا ولها حدود طويلة تصل إلى حوالي 500 كيلومتر مع أوكرانيا. أعتذر منك عن المقاطعة الأستاذ أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، ونعود من جديد مشاهدينا إلى قصر الاتحادية.